السلام عليكم ورحمة الله. نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الزواج فقط من أجل المتعة وقضاء الشهوة، وأمر بالتزوج للعفة، وطلب العصمة ودوام الصحبة، وطلبا للذرية الصالحة، وطمعا في ثواب الله. فوقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء والدخول وقع في هذا المكروه والمنهي عنه، فأنزل الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا إثم عليكم أيها الأزواج إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن وقبل الدخول بهن وفرض مهر لهن، ولا بد أن يكون الطلاق لأسباب مشروعة وبطريقة مرضية. والمس كناية لطيفة عما يكون بين المرء وزوجه من جماع ومباشرة حسية ومعنوية. وهكذا القرآن دائما يربي الإنسان على حسن الأدب وحسن انتقاء التعبير والبعد عن الفاحش والبذيء من الأقوال. وتعيين المهر في العقد وتحديده ليس بشرط لصحة عقد النكاح، فلصحة عقد النكاح لا بد من توفر 5 شروط: رضا الزوجين والولي والشهود، وتعيين الزوجين بالاسم، وخلو الزوجين من موانع النكاح. والفريضة هي المهر أو الصداق الذي يفرضه الرجل على نفسه في عقد النكاح، وقد تكتب أثناء عقد النكاح وقد تضاف لاحقا بعد كتابة العقد. فإن طلقت قبل الدخول وقبل تحديد المهر وجبت المتعة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن كان في ذلك الطلاق كسر لخاطر المرأة فإنه ينجبر بالمتعة، فجعل الله عز وجل المتعة لتلك المرأة كالبلسم يداوي الجراح ويمنع عنها القيل والقال. فقد تسمع من يقول: ما طلقها إلا لعلة، أو أنه رأى منها ما يريبه فطلقها. فالمتعة تنفي كل ذلك، وفيها تطيب لخاطر المرأة وصيانة لكرامة أهلها. وهذه المتعة واجبة على الغني بقدره وطاقته، وواجبها أيضا على الفقير بقدره وطاقته. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وتكون تلك المتعة الواجبة بالمعروف وما تعارف عليه الناس. فإن اختلفوا في تحديد قيمة المتعة يلجأوا إلى القضاء، ويقدر القاضي المتعة وفقا لحالة الرجل وقدرته. والمتعة حق ثابت على المحسنين الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن المتعة أعلاها خادم، وأوسطها 3 أثواب، وأدناها شيء من الورق أو المال. جزاكم الله خيرا. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.